موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول: وفي شرائع قدماء اليونان كانت عندهم محكمة خاصة لمحاكمة الحيوانات والجمادات المتسببة في هلاك إنسان، وكان يطلق على هذه المحكمة اسم البريتانيون، وهو اسم المكان الذي كانت تعقد جلساتها فيه. ومما ذكره أفلاطون في كتابه القوانين: إذا قتل حيوان إنسانا كان لأسرة القتيل الحق في إقامة دعوى على الحيوان أمام القضاء، ويختار أولياء الدم القضاة من المزارعين، وفي حال ثبوت الجريمة على الحيوان يجب قتله قصاصا وإلقاء جثته خارج البلاد، ويستثنى من ذلك القتل الناشئ عن مبارزة بين الإنسان والحيوان في مسرح الألعاب العمومية، فإن هذا لا يترتب عليه شيء. وإذا سقط جماد على إنسان فقتله، اختار أقرب الناس إلى القتيل قاضيا من جيرانه ليحكم على الجماد أن ينبذ خارج الحدود، ولم تكن مسؤولية الحيوان عندهم قاصرة على حالات القتل، بل هو مسؤول كذلك في الجنايات التي هي دون القتل. فإذا عض كلب إنسانا وجب على صاحب الكلب أن يسلم كلبه إلى المجني عليه مكموما ومشدودا في الوثاق، يثأر لنفسه منه كما يشاء بالقتل أو التعذيب أو غيرهما. وكذلك كان الحيوان عندهم يعاقب على جناية سيده أو أسرته في بعض الحالات، فمن حكم عليه بالإعدام لجريمة ارتكبها ضد الدين أو الدولة كان هو وأسرته وحيواناته وممتلكاته محكوما عليها بالحرق أو التدمير أو المصادرة. أما قدماء الرومان فقد تضمنت شرائعهم مادة تقضي بعقوبة الإعدام على الثور وصاحبه إذا نقل الثور أثناء الحرق الحد الفاصل بين الحقل المحروث والحقل المجاور له. وأقرت عقوبة الكلب الذي يعض إنسانا بوجوب التخلي عنه للمعضود يتصرف فيه كما يشاء. وكذلك إذا رعى الحيوان عشبا غير مملوك لصاحبه. كذلك الحال عند قدماء الجرمان من عقوبة الحيوان كما كان عند الرومان واليونان. أما عند قدماء الفرس فالأمر أعجب وأطرف، ذلك أن الكلب المصاب بالكلب، الكلب هو مرض السعار ريبز، إذا عض خروفا فقتله أو إنسانا فجرحه تقطع أذنه اليمنى، فإذا تكرر ذلك منه قطعت أذنه اليسرى، وفي المرة الثالثة تقطع رجله اليمنى، وفي الرابعة تقطع رجله اليسرى، وفي الخامسة يستأصل ذنبه. وعند الأمم الأوروبية في العصور الوسطى كانت فرنسا أول أمة أوروبية نصرانية أخذت في القرن الثالث عشر بمبدأ مسؤولية الحيوان ومعاقبته بجرمه أمام محاكم منظمة بنفس الطرق القانونية التي يحاكم فيها الإنسان، ثم أخذت به سردينيا في أواخر القرن الرابع عشر، ثم بلجيكا في أواخر القرن الخامس عشر، وفي هولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد في منتصف القرن السادس عشر، وظل العمل به قائما عند بعض شعوب الصقالبة حتى القرن التاسع عشر. كانت محاكمة الحيوان عند الأوروبيين تقوم على الدعاء المجني عليه أو النيابة العامة، ثم يتقدم وكلاء الدفاع عن الحيوان المجرم، وقد تقضي المحكمة بحبس الحيوان احتياطيا يعني على ذمة التحقيق، ثم يصدر الحكم بعد ذلك وينفذ على ملأ من الجمهور كما كان ينفذ في الإنسان. وقد يكون الحكم بإعدام الحيوان رجما أو بقطع رأسه أو بحرقه أو بقطع بعض أعضائه قبل إعدامه، ولا يظنن أحد أن هذه المحاكمة كانت هزلية للتسلية، بل كانت جدية تماما بدليل ما يرد للأسباب الموجبة للحكم على الحيوان. فالقاضي بعد ما بيحكم بيجيب بقى الحيثيات فيقول إيه: يحكم بإعدام الحيوان تحقيقا للعدالة، أو يقضى عليه بالشنق جزاء لما ارتكبه من جرم وحشي فظيع. ومن طريف ما يذكر هنا أن من الأسباب التي كانت تحمل الأوروبيين على رفع القضايا على الحيوان تعديه على قوانين الطبيعة في نظرهم، فكان يتهم بالسحر، يعني الحيوان بيتهم بالإيه؟ بالسحر، وهي جريمة كان مرتكبوها يعاقبون بالإحراق بالنار،
وكانوا يحتفلون احتفالا كبيرا بتنفيذ العقوبات على الحيوان، فيأتي الجلادون بقطع من الحطب ويضعونها في وسط أحد الميادين، وتحضر القطط المحكوم عليها كل هرة في قفص من حديد. وعندما حين وقت تنفيذ العقوبة يحضر بعض القساوسة يصحبهم بعض الحكام، فيتقدم أحدهم وفي كلتا يديه شعلتان من نار لإشعال الحطب، ثم يأمر أحد الحكام بقذف القطط في النار حتى تصبح رمادا عقوبة لها على ممارستها السحر. وجدير بنا أن نذكر بعض المحاكمات الشهيرة للحيوانات عند الأوروبيين في القرون الوسطى. فمن أطرف المحاكمات وأشهرها محاكمة الفئران في بلدة أوتون بفرنسا في القرن الخامس عشر. فقد اتهمت الفئران في هذه القرية بالتجمهر في الشوارع بشكل مزعج مقلق للراحة، وتقدم للدفاع عنها شاسانيه المحامي الفرنسي وطلب التأجيل لأن الفئران لم تتمكن من الحضور. وهم ما كانواش بيضحكوا على فكرة، كان ده كلام في غاية الجدية عندهم يعني. فالمحامي رفع بيقول إن بيطلب تأجيل الجلسة لأن الفئران لم تتمكن من الحضور، حيث فيها الرضيع والمريض والعجوز، وهي تستطيع أن تستعد للمثول بين يدي المحاكمة إذا منحت فرصة التأجيل. فوافقت المحكمة على التأجيل لوقت معين، ولما حان الوقت لم تحضر الفئران. فقال محامي الدفاع للمحكمة: إن الفئران تذعن لأوامركم الموقرة وتود الحضور، ولكنها يا حضرات القضاء تخشى وقوع الأذى عليها من القطط إن هي جاءت إلى هنا. فرد رئيس المحكمة قائلا: إن من واجبنا تأمين المتهمين على حياتهم. فطلب المحامي أن تأمر المحكمة بحبس قطط البلد كلها قبل مرور موكب الفئران في الشوارع لتكون مطمئنة على حياتها. فوافقت المحكمة على هذا الطلب لعدالته، وأصدرت أمرا بمنع القطط والكلاب من المرور في الشوارع تأمينا للفئران أثناء حضورها إلى قاعة المحكمة. ولكن أهل القرية رفضوا تنفيذ ذلك، فاضطرت المحكمة إلى أن تحكم ببراءة الفئران لأنها حرمت وسائل الدفاع المشروعة. وقد نال المحامي بسبب هذه القضية شهرة ذائعة، ولا ندري إن كان قد أخذ أتعابه من الفئران أم لا، وربما كانت أتعابه أن تتعهد له الفئران بعدم قرض كتبه وأوراقه. ومن أغرب قضايا محاكمة الحيوان في القرون الوسطى محاكمة الديك الذي باض. فقد رفعت دعوى على ديك في مدينة بال بسويسرا عام 1474 لأنه باض، وذلك في عرف الأوروبيين يومئذ جريمة بشعة، إذ كان من المعروف عندهم أن السحرة يبحثون عن بيضة الديك ليستخدموها في أغراضهم الشيطانية. وقدم الديك للمحاكمة ودافع محاميه عنه بقوله: كيف يكون الديك مسؤولا عن واقعة لا حيلة له فيها؟ ولكن المحكمة لم تأخذ بنظرية محامي الدفاع، بل أصدرت حكمها بإعدام الديك، وعللت حكمها بقولها: ليكون في ذلك عبرة لغيره من الديكة. وفي عام 1495 وقعت قضية أخرى في فرنسا، هي من أغرب المحاكمات الحيوانية أيضا. فقد رفع أصحاب مزارع العنب في مقاطعة سان جوليان دعوى على حشرات السوس بتهمة أنها أتلفت كرومهم وقضت على أشجارهم وصناعتهم وتجارتهم. وتولى الدفاع عن هذه الحشرات اثنان من كبار رجال القانون، واستمرت القضية 40 عاما. انتهت بأن أصحاب الكروم سئموا هذا التأخير، فاتفقوا على إقطاع السوس قطعة أرض خاصة ليأكل فيها ما يشاء من زروع وأشجار.